تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى برنامج مواطن اليوم الذي نناقش في حلقته هذا الأسبوع قانون التعويض عن فقدان الشغل الذي دخل حيز التنفيذ ببلادنا بعد طول انتظار. أي أهمية يكتسيها هذا القانون في ظل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الحالية؟ من له الحق في الاستفادة وبأية شروط؟ كيف ينظر الفرقاء الاجتماعيون إلى هذا القانون؟ وما هي الإشكاليات التي يمكن أن يطرحها خلال التنزيل؟ هذه الأسئلة وأخرى نطرحها على ضيوفنا الكرام، الأستاذ الحسن إفزوان وهو رئيس قسم الضمان الاجتماعي بوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية. مساء الخير أستاذ الكريم. مساء الخير سيدي يوسف. كما يشارك معنا أيضا في هذا نقاش الأستاذ عبد الرحيم الرماحة عضو الفريق الفيدرالي بمجلس المستشارين، مرحبا بك أستاذ الكريم. ويسعدنا أن أستضيف أيضا الأستاذ السيد محمد دوبان الكاتب العام للاتحاد العام لمقاولات المغرب الشمال، مرحبا بك أستاذي الكريم. وأخيرا وليس آخرا الأستاذ عماد رحيم محامي بهيئة الدار البيضاء، مرحبا بك أستاذي الكريم. مرحبا بكم جميعا في هذا النقاش. المحور الأول خصصناه للحديث عن دخول هذا القانون، قانون التعويض عن فقدان الشغل، حيز التنفيذ ببلادنا، السياق و شروط الاستفادة. كما جرت العادة سنناقش هذا المحور بعد متابعة هذا التقرير. إلى إحدى وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تتجه ابتسام كارم حاملة ملف طلب التعويض عن فقدان الشغل. قبل أشهر كانت ابتسام تشتغل بإحدى المؤسسات إلى أن أفقدها طرد تعسفي مورد عيشها الوحيد، لتجد نفسها أمام بطالة إجبارية في انتظار فرصة عمل مواتية. يبقى التعويض بالنسبة لابتسام حلا أوحد لمقارعة البطالة والبحث عن شغل جديد. لأن معطر التعسفي الإنسان ما كيكونش عنده الحل، والحمد لله هذا الشوماج هذا غادي يفيدنا بعد واحد الشهر ولا شهرين بدي ما لقيت عمل واحد آخر. التعويض عن فقدان الشغل كما تم تقديمه إجراء يروم مرافقة الأجير الذي فقد عمله بشكل لا إرادي وانخرط في بحث جدي عن عمل جديد، بحيث يضمن له تعويضا لفترة يمكن أن تصل إلى 6 أشهر، على أن يخضع الأجير لبرنامج إعادة تأهيل من أجل إعادة إدماجه في سوق الشغل. لكن الاستفادة من التعويض تتطلب توفر عدة شروط تتوج بمبلغ شهري يعادل 70% من الأجر المرجعي، على ألا يتجاوز أقصاه 2500 درهم. هي أولا أنه عنده واحد مدة تأمين، أي مدة اشتراك والاقتطاع في الضمان الاجتماعي ديال 780 يوم خلال 3 سنوات السابقة ليوم فقدان العمل، وهاد 780 يوم خص تكون فيها واحد 260 يوم تأمين السنة السابقة لتاريخ فقدان الشغل. هذه هي الشرط اللي كاين، لأن تعويض عن فقدان الشغل ماشي تعويض عن البطالة. تمويل عملية التعويض عن فقدان الشغل سيساهم فيه أرباب العمل بنسبة 0.38% من مجموع الأجور، وهي مساهمة انطلق اقتطاعها قبل أشهر، على أن يساهم الأجراء بنسبة 0.19%. ان راه الشركه غتخلص غتادي، الطرف غيتخلص من لومبلويي 0.19%، ولكن 0.34% كيخلصوا لومبلويور اللي الشركه اللي غتخلصوا على الشغل اللي غيكون عندها. دونك هذا مساهمه اللي كاينه، ولكن مساهمه حنا كنديروها بالنسبه لنا حنا كمؤسسه وكمقاوله اللي وطنيه. إضافة إلى مساهمة أرباب العمل، سيكون للدولة نصيب في تمويل العملية يصل إلى 500 مليون درهم كمساهمة استثنائية لدعم الصندوق الجديد، على اعتبار أنه لن يتمكن من تسديد المبالغ المستحقة إلا بعد مدة من تحصيل أقساط مساهمة المشغلين والأجراء. مساطير بسيطة باش يستفد، يكفي أنه يعمر واحد المطبوع، وصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع لانابيك مع صندوق المكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل كيتابعوا هذه العملية. هذه كتعطوا لهم منحة تعويض شهري حوالي 2500 درهم في الشهر لمدة 6 أشهر، بالمقابل كيستمر باش كيستفد من التعويضات العائلية، من التغطية الصحية، ومن المشاركة الاشتراك في التقاعد. الدولة دارت واحد المبلغ هو صندوق الانطلاق لو فون دامورساج، هذا لو فون دامورساج فيه 500 مليون ديال الدرهم، 250 مليون درهم تم تحويلها هذا الاسبوع، هي اللي غادي نخدموا لمده سنه،
و250 مليون ديال المتبقيه سيتم صرفها على مدى السنتين المتتاليتين. تقديرات وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية تشير إلى ما بين 30 و 40 ألف مستفيد من عملية التعويض عن فقدان الشغل، وهو عدد ستتم مواكبته من قبل الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات، على أن يكون بمقدور الأجير مواجهة الانعكاسات السلبية المترتبة عن فقدان الشغل لمدة 6 أشهر. التقرير من إعداد الزميلين عبد الصمد صالح وعبد المولى بوخريس. معك أستاذ إفزوان، أعيد طرح السؤال الذي قدمت به هذا النقاش، شنو الأهمية اللي كيكتسيها هذا القانون في ظل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية اللي كتعيشها بلادنا؟ أولا بعدا كنبغي نهني بالطبقة العاملة بمناسبة ديال فاتح ماي ديال عيد الشغل، وأولا كنذكر عاوتاني بالمراحل اللي مر منها هذا المشروع هذا، واللي هو مكسب كبير بالنسبة للطبقة العاملة بطبيعة الحال، لأنه طالما يعني انتظرت هذا التعويض أنه يدخل حيز التنفيذ، لأنه منذ سنة 2000 والنقاش عليه والمفاوضات كانت طويلة وعسيرة بين الأطراف الإنتاج إلى أن خرج حيز التنفيذ في دجنبير 2014. بطبيعة الحال الأهمية ديال هذا التعويض هذا عنده واحد أهمية كبيرة، لأنه في الظرفية الاقتصادية دابا الحالية اللي كنعرفوا فيها هاد الصعوبات وهاد التطورات اللي كاينة حاليا، وهاد المنافسة الشديدة وهاد سميتو، يعني كاين بزاف ديال الشركات اللي كتعرف بعض المرات الصعوبات، واللي بطبيعة الحال يعني الأجير كيلقى راسو بدون عمل. هنا في هاد الحالة هذه يعني هاد التعويض هذا على الأقل كينفس عليه وكيوفر ليه واحد الدخل شهري، باش على الأقل ما تكونش ديك القطيعة، مرحلة انتقالية مرحلة انتقالية بطبيعة الحال، لأن ما يمكنش اليوم خدام وغدا كيصدق بدون دخل. في نفس الوقت كتكون واحد العملية للمواكبة عاوتاني، باش ما كانش السيد غير كيتسرح وتيمشي يقلب على راسو، كان كاين واحد العملية للمواكبة من طرف لانابيك ومن طرف المكتب ديال التكوين المهني. طيب باش نبسطوا للأجراء على الخصوص لأنهم المعنيين بهذا القانون، شكون اللي عنده الحق وشحال المنحة وشروط الاستفادة بالتبسيط؟ التبسيط إذا واحد وقف في العمل، واحد توقف على العمل، واللي توقف على العمل غادي يمشي يتوجه للوكاله اللي قريبه ليه في المحل ديال السكنه ديالو، تما غيتسلم واحد المطبوع ويملؤو. لانابيك، وكاله لانابيك، واما وكاله لانابيك اما وكاله لا سينيسيس. لان علاش حنا في العمليه حنا بغينا نسهلوا هذه العمليه، كنقول لهم الا مشى حتى لانابيك ممكن انه يعمر هذه الوثيقه هذه، وكان واحد الربط الكتروني ما بين لا سينيسيس ولانابيك، ولا يمشي لوكاله لا سينيسيس وديك الساعه غادي يطلب هذا المطبوع هذا. بطبيعه الحال كتدرس الملف ديالو شنو اللي خصو يكون فيه، خصو يكون ثابت فيه بانه عنده 780 يوم، يعني المده ديال عامين ونص ديال الشراكات داخل 3 سنين الأخيرة قبل تاريخ فقدان العمل، وداخل هاد 780 خصها تكون فيها واحد 260 يوم من الاشتراك قبل تاريخ ديال التوقف على العمل. بالإضافة إلى هذا خص تكون أن التوقف على العمل ما يكونش لأسباب إرادية، ماشي هو اللي بغى يتوقف على العمل، وإنما أسباب لا إرادية، وهنا الأسباب لا إرادية كيقدر يكون خلاف بينه وبين المشغل، كتقدر تكون ظروف اقتصاديه اللي دفعت المشغل انه ينقص العمال او لا انه يوقف، لان كاين بعض المرات اللي كيوقعوا الشركات في حاله الافلاس ولا شي حاجه من هذا القبيل. اذا اسباب لا اراديه. العامل الثالث هو انه ما يكونش توفر فيه، ما يكونش يعني عنده شي راتب ديال الزمانه او ديال شيخوخه، يعني يكون السيد باقي نشيط، يعني باقي تيخدم. اذا هادو هما الشروط بكل بساطه. هادو هما الشروط. طيب استاذ رماح، الحكومه اعتبرته هديه وبشرى للعمال في مناسبه فاتح ماي، بعض النقابات وصفته بالمهزله، علاش؟ اولا بدايه شكرا على الاستضافه. هو اولا قبل ما يجي هذا القانون واحد العدد ديال المجهودات دارت من اجل باش يكون، فبالنسبه للنقابات ظل هذا المطلب قائم منذ سنوات طويله، وكذلك ضمنت كل الاتفاقات السابقه سواء تعلق الامر بالتصريح ديال الفاتح ب 96، التصريح ديال عرف ب 19 محرم ديال 2000، ولا الاتفاق ديال 2003 ولا ديال 2011، فكل الاتفاقات اللي كانت والا كانت هذا الموضوع حاضر،
ومر بواحد عدد السيناريوهات اللي كانت مطروحه خلال كل المراحل التي مرات، وبعد ذلك تم التوافق على ما تم التوصل اليه اللي هو تشخص في القانون اللي اصبح كيطبق الان. كنعتبره من طبيعه الحال هو دون الطموحات التي كانت تريدها الطبقه العامله، ولكن هو ما امكن التوصل اليه من خلال واحد العدد ديال المداولات. حقيقه انه متواضع جدا، ولكن متواضع جدا قد يقول قائل لمن علاش هذا التبخيس، لانه المغرب لا ماشي التبخيس، لا لانه كما قال السيد صديقي على الاقل المغرب هذا القانون هو من بين البلدان القلائل في العالم الثالث عندهم مثل هذا القانون. لا لا سمحتي ماشي التبخيس، لانه ما يمكنناش نبخسوا، لانه هو دعم المشترك، هو جاء وفق واحد النقاش ثلاثي، سواء خلال الحوارات اللي كانت الثلاثيه او خلال النقاشات اللي كانت في المجلس الاداري ديال صندوق التنظيم الاجتماعي، واللي هو بطبيعه الحال التركيبه ديالو ثلاثيه. فهو هذا القانون هو متوافق عليه، كنقول هو متواضع انه لم يرقى الى ما كنا نريد، ولكن هو ما امكن الوصول اليه على مستوى المنحه، على مستوى الشروط، على مستوى، لانه بالنسبه لهذيك الارقام اللي كي ياخذها العامل هذيك التعويضات هي 2500 درهم، هي بطبيعه الحال ماشي 2500، هي يلاه 70% من الحد الادنى للاجر على الحد الاقصى 2500، 70% من الحد الادنى للاجر من طبيعه الحال خلال مده 6 اشهر. قلت كنا نرقى ان يكون اكثر، ولكن هو ما امكن ان يتم التوصل اليه. اذا ما يمكنناش نبخسوه، لكن ايضا كنا نتمنى ان يكون اكثر، ولكن كما يعني هذا اللي يمكن الوصول اليه. فلذلك ان النقاش سنتكلم، المشكل ماشي هنا، كاين اختلالات اخرى اللي خصنا بطبيعه الحال غادي نجيو ليها فيما بعد. طيب استاذ أوبان، باترونا عبرت على الارتياح ديالها لدخول هذا القانون حيز التنفيذ، ولكن البعض يتخوف ويقول بانه ربما سيشجع ارباب العمل على تسريح العمال والطر ديالهم، كيفاش كتردوا على هذا الكلام؟ ما كنظنش ان هذا يعني هذا القانون الجديد اللي جا التعويض على فقدان الشغل غادي يكون سبب في التسريح. التسريح اولا ما مرتبطش بتعويض ولا من غير تعويض، تسريح العمال مساله اللي انا كناكدها ماشي شي حاجه اللي كيتمناها اي رب العمل. رب العمل كيتمنى انه يزيد في عدد العمال، لان زيد عدد العمال يعني ان الشركه ديالو كتزدهر وكتقدم. ما يمكنلوش أولا نزيد العمل على واحد العدد ديال، ونقلص العدد ديال العمال ونزيد الباقي، يعني لا شارج ترافاي، هي مساله حسابيه. اليوم الوقت كنعرفوا يعني المناخ الاعمال كيفاش داير، وكنعرفوا المنافسه اللي كاينه، وكنعرفوا كاع عدد الشركات اللي كيفلسوا الى اخره. ما قلتلكش تقول اليوم بما ان المغرب انه اجتهد اليوم وبين الدول القلائل في العالم الثالث اجتهد وحط هذا القانون الجديد، انه غدا غنشوفوا كاع ارباب العمل كيسرحوا الناس. لا، ما متفقش معك نهائيا. التسريح ديال العمال كيكون عنده سبب 100% مرتبط بالحاله ديال الشركه والمؤسسه. إذا كانت الأمور غادية مزيان ما غنضروش ليه التسريح، وإلا في الحالة اللي كيكون خطأ الجسيم هذيك عاوتاني مسألة أخرى، لأن عاوتاني الإنسان العامل عاوتاني كيرتبك أخطاء جسيمة داخل العمل ما يمكنلوش يستمر علاقة الشغل. أنت كنشوفها غير من ناحية أولا كيكون تعسف، هادشي راه كنعيشوه. كل شيء ممكن، كل شيء ممكن. كاين عاوتاني الناس اللي كيشتغلين وما كيسرحوش العمال وكيزيدوا كل ما الفرصه كتاح لهم انهم يزيدوا ويزيدوا في الراتب ويحترموا قانون الشغل ويديروا المسائل اللي يمكننا نفتخروا بها. من مؤسسات، ماشي غير المؤسسه اللي ما كتحترمش، كاين المؤسسات اللي كتحترم، كاين جميع الاطراف موجوده كما صرحنا سبقنا ذكرنا في هذا الموضوع. دابا انت كتحدث على القطاع المهيكل، طبعا كتحدثوش على القطاع غير المهيكل. انا ما كنمثلش هنايا القطاع الغير مهيكل بالطبع، وما كتحكلوش يعني وما كندافعوش على القطاع غير المهيكل، وكنطالبوا جميع الاطراف انها تساعدنا باش هذاك القطاع الغير مهيكل يولي غدا مهيكل، اللي كيشكل واحد النسبه كبيره من النسيج الوطني. كبيره طبعا. اذا باش نرجعوا لواش غادي يشجع، لا ما غيشجع شيء. اللي كيشجع التسريح هو مناخ الاعمال فقط. يا اما الامور غادي مزيان والشركه عندها التنافسيه اللي كتلزمها باش تستمر في العمل ديالها، والا كتجي لا حضر الله يجي شي كارثه، وشي الكليان اللي عندها ما يبقاش خدام معاها، ولا شركات اخرى خارجين المغرب كيعطيوها ثمن ابخس باش تدير هذاك المنتوج اللي كديروا، فكتكون حدا الامر الواقع، وحنا المثال موجود. طيب استاذ رحيم، فيما يخص شروط الاستفاده اللي استمعتي لها من طرف استاذ فيزوان، واش كتفق مع من يصفها بالمشدده وحتى الاقصائيه؟ وبغينا امثله. هي الشروط اللي جا بها القانون هي مقسمه الى فئتين، هي شروط شكليه وشروط موضوعيه. ومقسمه يعني كاين ثلاثه شروط موضوعيه وثلاثه شروط شكليه. الشروط الموضوعيه تحددها الاخ اللي هي شرط يعني الانخراط خلال 3 سنوات
ويكون عدد الايام المصرح بها والمؤدى عنها 280 يوم 780 يوم عفوا، منها واحد 260 يوم خلال السنه الاخيره. هذا شرط موضوعي. الشرط الموضوعي الثاني هو القدره على العمل. الشرط الموضوعي الثالث هو ان تكون واقعه فقد الشغل بطريقه لا اراديه. هنا كنحيدوا الاستقاله والمغادره التلقائيه. هذه شروط موضوعيه. الشروط الشكليه، الشرط الشكلي الاول هو التسجيل في لائحه الباحثين على العمل لدى الوكاله الوطنيه لانعاش الشغل والكفاءات. ثانيا ملء مطبوع ببيانات محدده. وثالثا وهو الخطير، هو اجل 60 يوما. وهذا الاجل ديال 60 يوم الذي ينبغي ان يصرح فيه الاجير لفقده للشغل قصير. قصير. والخطير في الامر هو اجل سقوط. واخطر جزاء مدني كيعرفوا القانون هو اجل السقوط. يعني ولو تجتمع فيك الشروط الموضوعيه كلها ما يطبقش على القانون تماما. يعني هنايا هنا المشرع كان يعني، والقضاء بالطبع لا يفصل في يعني في غالبا ما كيكونش كتجاوز المده 60 يوم. في جميع الاحوال هذا اجل قصير. 8 الاسابيع. يعني الانسان تحت صدمه فقد الشغل وخصو يعمر المطبوع وخاصه يعطي المشغل ياشر عليه، يقدر غير المشغل يماطلو مثلا غير ولا يكون ولا يكون المشغل ديالو خارج ارض الوطن ولا في المهم هذاك الاجير غيلقى مشكل في المطبوع. ونرجع للمطبوع، رجعنا للمطبوع اللي كتقترحوا الهيئه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من الخانات اللي فيه تيقترحوا على المشغل واحد هو فيه اربعه الخانات معطيه للمشغل يعمرها، وكيقترحوا عليه ثلاثه الخانات مقصيه للاجير. يعني المشغل كتجي الخانات كتلقى استقاله، مغادره تلقائيه، ترك العمل. مجرد ان المشغل اشر على وحده من هذو راه كيقصي. يعني كان يستحسن. قد يقول قائل بان يعني ربما التجربه علمتنا مثلا نظام رماد مثلا ما كانش شروط مشدده الاستفاده، وشفنا فين وصلنا تقريبا المئات الالاف 200 الف ربما الناس يستفدوا ما عندهمش حق يستفدوا. يعني تولي السيبه وتولي الفوضى. يوسف راه فرق ما بين التشديد والتامين. يمكن ان نؤمن يعني نسيكيريزيو الناس اللي يمكنهم يستافدوا بواحد الطريقه مضبوطه علميه، ولكن هذا راه تشديد، راه فرق ما بين التامين والتشديد. منين كتفرض على الاجير خاص مده انخراط طويله ديال 3 سنين، ومنين كتجي تعوضه كتعوضه غير 6 شهور. القانون السويسري مده انخراط سنتين ومده التعويض سنتين، يعني كاين واحد التوازن ما بين فتره الانخراط وفتره التعويض. المسألة أخرى اللي خطيرة في هذا القانون هو السقف الزمني والسقف القيمي ديال التعويض. جاب سقف زمني أنه كينتهي التعويض بمرور 6 شهور، وأن هذا التعويض هذا لا يمكن أن يتجاوز الحد الأدنى الأجور. هنا كاين واحد المشكل كبير، كاين واحد القاعدة قانونية مبدأ من مبادئ العدالة هو كيقول المساواة بين غير المتساوين ظلم. اجير كيشد 40000 درهم واجير كيشد 3000 درهم، هذاك الاجير ديال 40000 درهم غيخلص 0.18 من الاجر ديالو، المشغل ديالو غيخلص 0.38 يعني 0.57%، غيخلص عدد الاشتراكات من حيث القيمه ديالها طالع. ولكن غياخذ نفسه بحاله بحال ذاك مول 3000 درهم. طيب كلام ولكن نعقب غادي تعقبوا كاملين. طيب استاذ ايف زوان، ما رايك في هذا الكلام؟ هو يعني شروط تعجيزيه مشدده هي ستقصي الكثيرين. القراءة السطحيه ما هي شروط تعجيزيه، لكن لوضع اي تعويض لابد عنده واحد الكلفه، وهذه الكلفه راه كتقيم وكتحسب. يعني الا بغينا نشري واحد الكاس خصنا راه عنده ثمن. يعني الا بغينا واحد التعويض عنده ثمن. الا بغينا هذا التعويض اللي بهذه الشروط ديال 780 يوم 260 عنده الكلفه ديالو شحال كيشارك، لان مشينا للاشتراكات راه 0.57% ديال الاجر. يعني ماشي بحال المثال اللي عطيتيني ربما ديال سويسرا، ربما راه عندهم 4 ولا 5% باش يشارك في هذاك التعويض. يعني اذا يعني المقارنه ماشي بحال. اذا التعويض في هذا المستوى ديال 70% وما يتعداش السميك راه هي اللي عطتنا 0.57%. ولكن كيتقهقر الاجير من واحد المستوى معيشي اللي ولف واحد النوع، يعني مشى مع واحد المستوى معيشي معين، ولكن نزل السميك. هذاك 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 التعويض اللي غتعطيه راه بحال بحال ذاك المثل المغربي تيقول تتوكل في الروج عام وما ياكلكش ليله. يعني انت مد 3 سنين وانت كتخلص في الخراطات
وفي الاخير كتلقى راسك تجاوز 2500 درهم. طيب نخلي الاستاذ يكمل وكل شيء غنعطيك. نكمل دغيا التسويت، انا ما غاديش نكمل. متفق معك، ولكن هاد 0.57 حنا في المشروع اللي كان راه ما كان 0.57، كانوا ثلاثه سيناريوهات، كان 1.20، كان 1.25، وكان 1.50، وكان التعويض كيمشي حتى 6000 درهم. اذا هنا ما وصلنا لهذا التعويض ديال 0.57 من بعد مشاورات كثيره وعديده واستمرت واحد الوقت، واللي دخلت فيها الدوله باش تدعم المشروع باش ينطلق. باش علاش؟ في ظل الظرفيه الاقتصاديه اللي يعني ماشي تم خاض الجبل، يعني ماشي يعني تم خاض يعني القشطول انتظار وهذا الشيء. لا ولكن حتى الظرفيه ما كتحت، يعني المقاوله ما تقدرش تعطي اكثر. كما قال هذا احسن ممكن الوصول اليه لحد الساعه، هذا ما يمكن انه نوصلوا ليه. وبطبيعه الحال ما نساوش سميتو المساهمه ديال الدوله، لان المساهمه ديال الدوله عطات واحد الدفعه قويه لهذا المشروع باش يخرج حيز الوجود. حتى في المساهمه ديال الدوله كانت في الاول كان اقتراح ديال 250 مليون ومن بعد ولات 500 مليون. يعني باش نشوفوا يعني. طيب النقطه اللي طرح ديال الخانات اللي كتعطى للمشغل. بالنسبه انا غادي نجاوب على جوج ديال سميتو، القضيه ديال ان غادي تشجع التسريح وان الخانات. هذا المشغل هذا طبعا الحال الوقت اللي هو غادي يتسرح هذا العميل هذا غادي يجي هذاك النموذج، طبعا الحال هو راه ما غاديش يبغي يضيع هذاك السيد، وغادي يكوشي ليه على انه بانه راه هو اللي صرحه. كانوا في حاله نزاع، اذا كانوا في حاله نزاع راه هذيك ربما يرفض حتى يعمر الورقه. لا انطلاقا غير من المناء، حنا ما تنقولوش، حنا تنقولوا هذا مولود جديد جا باش يامن الاجيال في الامن الاقتصادي ديالو، ولكن ما كيمنعناش ان ننتقدوا عتي الى عتي باش نطوروه. حنا ماشي النقد، لا نقد بناء، مي تنقولوا شوف كان حري بالمشرع يعطي هذوك الخانات المفتي الشغل باش ما نحطوش الاجيال تحت رحمه المشغل. حنا دابا المسطره اللي كنديروا غادي تكون بينه وبين المشغل. في الوقت اللي غادي يعني تعسر القضيه غادي تمشي ديك الساعه الناس اللي بني الميدان، غتمشي المفتشيه ديال الشغل اللي ديك الساعه حتى هو غادي يدخل. مشات شهرين. لا ما غاتمشيش له شهرين، هو في نفس الوقت علاش غاتمشي شهرين؟ هذا توا هذا الاجل هذا، والسيد اللي فقد العمل ديالو اليوم وغادي يجلس شهرين باش عاد غادي يمشي يطلب تعويض، هو راه غير كيفقد العمل ديالو اليوم كيمشي غدا كيمشي كيطلب على التعويض. دونك هذه من جهه. من القضيه ديال التسريح ديال العمال ماشي هي ذريعه باش الناس غادي نجيو لها في المحور. انا غادي نجاوب غير بعجاله. هاد سميتو هاد السيد اللي غادي يبغي يشغل باش يمشي لاخر باش يعني الاجي يمشي ياخذ التعويض، راه المشغل في نفس الوقت كيعطيه تعويضات اخرى من غير التعويض ديال الفقدان الشغل. كتبقى التعويضات العائليه يعني المشغل كما قال السي هبان راه ماشي مصلحته انه يصرح العمال، مصلحته انه ينمي الشركه ديالو باش يشغل الناس، ماشي باش يصرحهم. طيب غنسمعوا الى سرحوا ممثل النقابه نسمعوا ليه. تفضل استاذ. لا هو الا سمحتي انا ما بغيتش ان نركز على قلت القانون المتواضع، ولكن بموضوعيه باش نتكلموا لغه الموضوع. هو القانون تم التوافق عليه. طيب شنو المقترح؟ فلذلك شفتي في اللقاء شنو المقترح اللي اقترحته هذا على الاعتبار؟ هو في لا ماشي لم تؤخذ، اتفقنا راه حنا اتفقنا. انا يظهر لي نمشيو في النقاش في الاتجاه اللي يفعل هذا القانون باش يكون عنده نتائج الا سمحتي. كيف؟ الاشكال الكبير اللي عندنا وكيف تفضل السيد المفتي ديال الاتحاد العام لمقاولات المغرب، هو الاشكال ديال اما عدم التصريح او التلاعب بالتصريحات، وهنا كنمشيو مباشره للقطاع غير مهيكل. هاد القضية اللي شرتيو ليها ديال انه عندما ما يصرحش المشغل، هذه خصها تحل عن طريق تفتيشية الشغل، لان كاينه لانابيك الوكالة الوطنية للشغل. تفتيشية احنا عارفين يعني وكاين كذلك لا 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 ما عندوش امكانية وما كاين، عارفين ذاك الموضوع. هذه القضية معنية لابد، لانه القانون واضح. يمكن في الاول يكون مشكل ديال عدم الفهم، علاش؟ لانه في الاول يمكن المشغلين كاين اللي غادي يفهم انها عندها علاقة بشي حاجة أخرى من غير يكون التعويض. الان راه توضح بانه المساله مرتبطه بالتعويض وما عندهاش شي تبعات اخرى، وبالتالي المشغل ما عنده لا شي خاف باش ما ياشرش، ما عندهاش علاقه لا بالقضاء ولا بكذا وكذا. ما كاينش شي تبعات اللي كتجي للمشغل من جراء انه وقع ولا ما وقعش. اذا هذه المساله هذه يمكن عمل ديال التحسيس الا كان غادي يفهموا المشغلين، واخا غادي يوقع على هذاك سميتو ما كاينش تبعات اخرى. في اذا مثلا مساله تتعلق بالطر التعسفي او مش هذه مساله اخرى. فلذلك في هذا الجانب هذا خاص يكون الحسم عن طريق جهاز تفتيش الشغل. يبقى الا سمحتي نمشي للاختلاف غادي يكون. كاين المشكل اللي عندنا وهي ما كاينش ثقافه كيف تفضل السيد الممثل ديال الاتحاد العام لمقاولات المغرب. احنا عندنا زوج الحوايج. الحد الادنى للاجر اللي كاين احنا في وجهه نظرنا في النقابات غير كافي، الاتحاد العام كيقول انه راه اكثر من اللي خصو يكون. ما كاينش فاش يكون اللي ما غاديش يكون.
اللي كيهمنا في الوقت اللي كنقولوا ما نديرش اجور عاليه خصنا القانون ديال الحمايه الاجتماعيه يحترموه، معناه خص تكون ثقافه ديال احترام القانون ديال الحمايه الاجتماعيه، معناه تعميم التصريحات وسلامه التصريحات. الاشكال اللي غادي يكون في هذه الشروط اللي طرحت في القانون ديال الثلاث سنوات وديال السنه هو في التلاعبات، الى تحترمت القانون الى حد ما غادي يكون مردوديه، تحترم القانون فيما يتعلق بالتصريحات وعدم التلاعب في التصريحات. هذا من جهه، هذا فيما يتعلق بالناس اللي هما خدامين بشكل طبيعي، لانه كان واحد العدد ديال المقاولات اللي اما ما كتصرحش واما كتلعب في التصريحات. كذلك غادي نشوفوا واحد العدد كبير ديال الاجراء اللي ما كيتصرحش بهم نهائيا وفي القطاع الغير مهيكل، غادي نشوفوا نعطوا امثله عمليه كيف تفضلتي وقلتي اننا خصنا نشوفوا باش نحلوا المشاكل في هذه المناسبه. غادي ناخذوا مثلا القطاع ديال المقاهي، القطاع ديال البناء، القطاع الفلاحي، القطاع النسيج، ونعطوا بعض الامثله. فيما يتعلق بالقطاع المقاهي، الان كنشوفوا واحد العدد كبير ديال العمال اللي كيشتغلوا في المقاهي، كاينه واحد المسطره في القانون خص تفعلها وزاره التشغيل ديال هذاك الحلوه اللي كيتعطى اللي خصو يتحسب، خصو يبدا يتحسب. كنقبطوا هذوك الناس اللي خدامين في القهوه وكنحسبوا هذاك الشيء اللي كرتو ديال البورفوار وكنحسبوه وكندخلوه وكيتصرح على اساسه في الضمان الاجتماعي، بمعنى اننا عندنا اليه اللي خصها تفعل باش يستافدوا كل العمال ديال المقاهي بدون استثناء. العمال اللي كيخدموا بشكل مباشر مع سميتو المقتضيات ديال مدونات الشغل كتعطيهم الحق ولا القانون الضمان الاجتماعي باش إذا سمحتي. وانا فضلت ان كنشكركم على الاستضافه، ولكن باغي نكونوا عمليين ونعطيو نتائج لعباد الله. هادو ديال القهاوي كلهم يمكننا الا فعلنا المسطره كلهم يستافدوا من التعويضات العائليه وكلهم يستافدوا من الخدمات. ها حنا غادي نحلوا المشكل، جبنا واحد القانون خصنا نفعلوه. كذلك غادي نشوفوا قطاع البناء، مشاكل كثيره كاينه فيه ديال التلاعب في التصريحات. كذلك غادي نشوفوا القطاع ديال النسيج، ماشي المؤسسات المهيكله، المؤسسات المهيكله الان كتعطي المقاولات اخرى، ولكن اللي خصو يسهر على تطبيق القانون شكون؟ اللي خصو يسهر على تطبيق القانون هي وزاره التشغيل اكيد، ولكن انا وزاره التشغيل نعرف كلنا نعرف ما عندهاش الوسائل الكبيره انها تسهر على هذا هو. اذا دابا المقاوله الكبيره مثلا ديال النسيج كتعطي الخدمه للمقاولات الاخرى، سيتريتونس كتعطي سميتو، هذيك المقاوله اللي كتعطيها اغلبيه غادي تلقاهم ما كيصرحوش. ومع الاسف وحنا واحد العمل تحسيسي كبير اللي خصنا نديرو بالنسبه للقطاع المهيكل حدث ولا حرج، خص تكون عندنا هذه الثقافه ديال احترام القانون الاجتماعي بشقيه، قانون الشغل والقانون ديال صندوق الوطني للضمان الاجتماعي. فيما يتعلق بوزاره الشغل فعلا الوسائل محدوده، عندها نقص في الاطور، عندها نقص جهاز تفتيش الشغل غير كافي، يخص تقويه جهاز تفتيش الشغل، خص اعطاه الامكانيات، يخص كذلك التكامل ما بين المفتشين ديال صندوق الوطني للضمان الاجتماعي وما بين المفتشين ديال الشغل. وهذا في حد ذاته السيد ممثل ديال الاتحاد العام غادي يكون متفق معايا، راه ملي كنطبقوا القانون كنحميوا المقاولات التي تطبق القانون. الخطا السائد الان هو ملي كنجيو كنطالبوا بتطبيق القانون كاين اللي كيعتبر كاننا كنعملوا ضد المقاوله، لا كنعملوا من اجل حمايه المقاولات المهيكله باش تكون تنافسيه شريفه، باش تكون تنافسيه. لذلك اخطر ما يهددنا الان هو مواجهه القطاع لذلك لو سمحتي هذا القانون انا ما بغيش نقول، رغم اننا احنا كنقابه يمكننا نقولوا كثير على هذا سميتو، ما كاين مشكل، احنا توافقنا يا سيدي هذا الشيء دابا حنا غنناقشوا الاشكاليه اللي طرحها في التنزيل. هذا هو الهدف. تفضل استاذ. انا بغيت نعقب الاخ في النظر ديالي ملي بغيو نقارنوا شي حاجه ما نقارنوش سويسرا مع المغرب ولا ولا سويسرا زعما سويسرا ماشي هي المغرب والمغرب ماشي هو سويسرا، هذا هو الواقع. اذا لا خليني الله يخليك نكمل خليني نكمل الله يخليك. الرجوع القضيه ديال المثل اللي عطيتي للسيد اللي عنده 40000 درهم، الا خدينا هذاك السيد اللي عنده 40000 درهم نت يعني صافي كتشوف البرود ديالو وشوف شحال غادي يتقاضى الا كان فصل على الشغل، راه مبلغ مهم. فكر لي في الاخر اللي ما عندوش 40000 درهم، اما هذوك 40000 درهم راه غياخذ الباكيج، غياخذ واحد التعويض مهم اللي ربما عنده ما يدير بهذا الشيء ديال التعويض عن فقدان الشغل. انا اللي كيبقى فيا هو الاخر، ما عندوش مدرسه الاولاد، ما عندوش مصاريف، ما خذ غير لنفرض اشتغل لك خمس سنين، خمسين عنده شهر ونص مضروبه في خمسه كتعطي واحد المبلغ، زيد عليها 53 كتعطي واحد المبلغ ربما يوصل حتى 100 مليون ولا 120 مليون ديال التعويض. يعني حتى في حاله الخطا الجسيم وفي حاله لا انا كنخذوا لا الخطا الجسيم ما داخلش هنايا في المساله. لا هو السي يوسف باش نوضحوا لنا حتى الساده المشاهدين، راه اسمح لي لا قطعتك ولكن لا غير باش ما تفوتنيش هذه الفكره. نعم هذا التعويض عن فقدان الشغل راه ما كيمنعش الاجير، راه ما كيمنع راه الاجير كيستحق التعويض الثلاثي الفاصل والضرار والاخطاء وزائد فقدان الشغل ديال الماده 59 مدونه الشغل
وعاد فقدان الشغل مؤمن عليه. بيان سور، ولكن ملي كنقولوا بانه المؤجر اللي كيشد واحد المستوى عالي من الاجر وكتقهقروا 2500 درهم راه كتحكم على الاسره ديالو بتشروض، ولكن هو اصلا راه عنده تعويض مهم اللي كيتقاضاه بعد الفصل. ما غايشدوش مباشره، ما غايشدوش، راه خصو يدير دعوه وجلسات حكم ابتدائي. كاين جوج الانواع ديال التعويضات، كاين التعويضات اللي كياخذها مباشره. اسمح لي تفضل. لا لا هي هذه. وكاين واحد التعويض اللي هذاك ديال التعسف اللي يقدر الا ما تفاهموش بيناتهم راه كيمشيو للمحكمه، هذا كيتعطل. طيب غالب كيكون الصلح. طيب فيما يخص التمويل ديال الصندوق استاذ هبان، يعني الباترونه تشبتات ب 0.38. لا سمحتي، لا سمحتي، هذه القضيه ديال باش ما ندوزوهاش هي معنيه كل الحالات ديال الفصل على العمل باستثناء اذا كان باراده الاراده الاستقاله اللي تنطرد بكيفيه تعسفيه راه كيستافد من من سميتو طبعا التعويض. طبعا كيبقى هذه مساله اللي خاص على ارض الواقع تشوف كيفاش تفعل باش ما تبقاش تخلق مشكل. المشغلين خصهم يفهموا باللي راه واخا غادي ياشر ما غتكونش هذيك الورقه وسيله ادلاء بها تستخدم ضده، اللي طرد التعسف وغادي تزاد عليه هذه وهذه، هو تنطرد التعسفيين وعاد ما يستافدش، راه مشكل. طيب هذه المساله غير خصو يكون فيها التوضيح باش المشغلين ما يبقاوش يخافوا يقولوا لا. استاذ هبه، فيما يخص التمويل ديال الصندوق الباترون تشبتات ب 0.38%، يعني عندنا انه في تجارب دوليه المفترض انه ارباب العمل هم اللي كيساهموا بالقسط الاكبر في تمويل هذا الصندوق. طبعا هو ماشي شويه الشح، هو لا هو شويه الشح، الشح مرتبط بالحاله الاقتصاديه. ولا هذا الشيء لا، هو نبقاو في المبدا، يعني المغرب اليوم دار واحد القفزه نوعيه في هذه المساله هذه، وهذا التعويض عن فقدان الشغل من بين المسائل اللي اكدت عليها المنظمه العالميه للشغل، والمغرب كنسبق فيها مزيان. ما كنقولوش اليوم راه 2500 درهم ولا اقل من 2500 درهم راه كافيه، ولا هذا التعويض راه ماشي هو واحد يعني الراتب يبقى يتقاضى واحد الشخص نظرا لفقدان الشغل، هذا غير مساعده. نشوفوا الشق الثاني المهم باش يديباني وناطوني الى ان علاش هذه غير هذه قبل ديسمبر ما كان حتى حاجه. اليوم راها كاينه 2500، المهم غادي ديباني. اللي كاين المهم في هادشي هذا هو لاكومبانيومون، هو المسيره ديال السيد، المواكبه ديالو. 6 شهور لا نابيك ماشي فتره وهنا لا نابيك هنا فين الدور؟ ربما نفتحوا عاوتاني النقاش. ما هو دور لا نابيك هنايا؟ وهنا فين دور لا نابيك اللي خصها تكون عندها لا من المكونات البشريه ولا الاختصاصيين ولا الاليات باش تواكب هاد الناس هذا، لان نظام جديد تحط جديد كيتطلب واحد القدرات البشريه، نظام حكامه وتكون شفافيه وتكون وعندها تجربه. لا نابيك دارت تجربه، اليوم ربما خصها شويه ديال المساعده باطر جديده ولا باليات جديده باش يمكن لها تزيد. طيب في هذا الاستاذ رحيم عندي تعقيب. تفضل. فيما يخص التمويل، معلوم في العالم كله في دراسات التامين في قانون التامين انه مبني على واحد المبدئين اساسيين. المبدا الاول مبدا التعاضديه، والمبدا الثاني هو مبدا الاحصاء، مبدا الاحتمال عفوا. مبدا التعاضديه ومبدا الاحتمال. التعاضديه هو انه عندنا كما قال الاخ 3 مليون منخرط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وما اكثر، ياك كيديو اقساط المشغلين يؤدون عليهم اقساط. عندنا 3000 طلب اللي تقبل. هنايا عندنا مبدا التعاضديه، ان هذوك 3 مليون كيخلصوا على هذوك 3000. شوف شحال الاقساط تخلصات، نديروا عمليه حسابيه. 0.57% من الكتله الاجور كلها. ياك وشوف المبلغ الهائل اللي غادي يحصل عليه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. هذوك 3 مليون اجير طبقا لعلم الاحتمال راه ما يمكنش كلهم يفقدوا العمل، يعني في 3 المليون يلا عندنا دابا 6000، وهذيك 6000 تقسط منها 3000 اللي ما عندهاش الشروط و3000 اللي خدات التعويض. دونك راه ما كاينش مشكل في التأويل في التمويل عفوا، كاين مشكل ديال الحكمه ومشكل ديال ان الراعي ولدك. طيب من خلال تجربتك كمحامي شنو الاشكاليات القانونيه اللي يمكن يطرحها تنزيل هذا القانون؟ كاين الاشكال القانوني الاولاني اللي غيتطرح هو اجل السقوط، خطير. تحدثنا عليه ولكن خاص تدخل شرعي، تمديد ديالو على الاقل واحد 4 شهور ولا 6 شهور على الاقل يتقاد مع المده ديال التعويض. نعطيو الاجل واحد المهله فين حتى هو يعني يوجد الملف ديالو ويمشي لانابيك يتقيد ويوجد الطلب ويعمرو على خاطره ونعطيوه. الاشكال الثاني هو انك تتحط الاجير تحت رحمه المشغل فيما يتعلق بملء المطبوع. تحدثنا عليه وتناكد عليه، كنقول يعني يحب هذا لان المشترى يتدخل ويخلي هذه الخانات هذه عمرها مفتي الشغل عوض المشغل. واللي خطير كاع واللي غادي يطرح اشكال هو هذوك الناس اللي ما لقاوش خدمه في 6 شهور، شنو غنديروا لهم؟ يطلبوا؟ ها احنا وصلنا ل 6 شهور. دول اخرى، هنا نشوفوا القانون المقارن، دول اخرى كتعطي اجل اضافي
كنقولوا مثلا هو الاجير فقد الشغل ديالو بمرور ستة اشهر ما حصلش على امل، وهذا راه يمكن نظرا للظروف ديال الظرفيه الاقتصاديه معينه ما غيخدمش، واش غرمي الزنقه؟ وهو راه عنده عقد تامين، هو راه ثلاث سنين هو كيأدي الانخراطات، ثلاث سنين ونرجع هنا لمبدا الاحتمال ومبدا التعاضديه، زملائه اللي خلصوا عليه ثلاث سنين، ماشي ثلاث سنين، يعني ثلاث سنين كحد ادنى، راه كاين اللي غيخلص 10 سنين، كاين اللي 15 عام، كاين 25 عام. دونك واحد 3 مليون اجير كيتضامنوا مع واحد 6000 اجير اللي فقدوا الشغل، وكنعطيوه كنخلصوه 6 شهور، وكنقول له سير الله يعاون، ناخذوا تجارب دول المقارنه، نعطيوه فتره اضافيه ديال 6 شهور واحده اخرى على الاقل سنه، او بحال كما قلت قبيله القانون السويسري، ولما لا؟ علاش ما تكونش عندنا الجرأه نكونوا بحال القانون السويسري؟ ناخذوا من اجل الاستئناس على الاقل. لا، على الاقل نساويو الفتره المده ديال الانخراط مع المده ديال التعويض. طيب كما عجبكمش سويسرا، سويسرا ما غاديش تدخل لكم الرصيد. انا بغيت طيب تفضل. احنا ما كرهناش نكونوا بحال سويسرا زعما وبحال بلدان اخرى. الدخل ديال سويسرا. ولكن والدخل ديال سويسرا طبيعي الحال والامكانيات وهذا. ما نساوش بان المشروع لاول مره كنوضعوه في المغرب. ديال الازمه اللي حنا كنعيشوها واللي عشناها واللي حنا كنعيشوها وبالامكانيات اللي كاينه، هاد 0.57 كما قلت لكم زائد الدعم ديال الدوله عطاتنا هاد التعويض، يعني راه ماشي شي حاجه اللي هي غادي نجمع نراكمو كما قلتي، يعني الاموال في اطار التضامن ما بين يعني المنخرطين كاملين. حنا الدراسه اللي درنا في الاول لقينا بان 30,000 اللي ممكن انها غتقاس بهذا المشروع، وحسبنا على حساب هذيك 30,000 ها المستوى ديال 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 نسبه الاشتراك، وها النسبه ديال التعويض اللي غادي تعطي. يعني راه ما كاينش شي حاجه اللي غادي تشيط. يعني كاين نحن في زمن الازمه وكيكون التسريح ديال العمال بشكل يومي لاسباب سواء موضوعيه او يعني تعسفا، قد يقول قائل وقد يطرح سؤال واش الدوله أو لا الشركاء يعني الفرقاء الاجتماعيين غادي يتحملوا تمويل هذا الصندوق على المدى البعيد، لأنه يوميا كيتزايدوا نكمل العمال المعنيين بهذا القانون. مشيتي معايا في نفس السياق. هو دابا وضعنا المشروع ووضعنا بهذه الشروط في الـ في الـ في, الـ في الوقت اللي تقرر هذا الشيء في إطار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، درنا على أنه كاين التزام على انه غادي يكون التقييم ديال هذا التعويض هذا على ثلاث سنين، وغادي نديروا واحد التقييم سنويا باش نشوفوا فين غادي نوصلوا بهذا، يعني شحال ديال الناس تصرحوا، شحال ديال المبالغ اللي تصرفات، واشنو الميزانيه ديالو وفين غادي توصل، باش لان من بعد باش نشوفوا فين غادي نوصلوا بهذا التعويض، باش ديك الساعه عاوتاني نشوفوا النقاش. يعني كاين الامكانيه ديال ربما نزيدوا في المنحه، نزيدوا غادي يبدا نقاش ديك الساعه باش نشوفوا واش تزاد منحه، واش تزاد التعويض، واش تزاد الاشتراك، واش تزاد شي حاجه اخرى. المهم على كل حال يكون تقييم باش ديك الساعه عاد نقدروا نشوفوا هذه العمليه ديال التسريحات شحال كانت، والعمليه ديال الاحتياطات شحال هي كاينه، باش نقدروا نزيدوا لقدام من هنا لقدام. سمحتي أنا دائما أنا لست مختلف مع الأستاذ فيما يتعلق بالطموح يكون عندنا أكثر، وهذا الشيء حنا عملنا من أجله، ولكن العطلة هذا الشيء ما تمكنا نوصلوا له، لذلك غادي نبقى في حدود اللي عطى القانون. علاش؟ اللي عطى القانون ولا ربما قصور في التفاوض ديال الفرقاء الاجتماعيين وبينهم النقابات؟ لا موضوع ما عندكم ما كانش عندكم القوة تضغطوا على 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 الحكومة وعلى الباترون باش تاخذوا أكثر. المهم حنا اللي مكنا نوصلوا له هو هذاك. ماشي المهم هو هذا. خصنا نتعاملوا لغة الواقع باش نشوفوا الإمكانية هذا القانون اللي عندنا كيفاش نفعله وتكون عنده فوائد. هذا اللي كيهمني، هذا قانون عندنا هو كاين قانون. كيف تفضل السيد ممثل وزارة التشغيل، حنا ممثلين كنقابات كمركزية نقابية في المجلس الإداري ديال صندوق الضمان الاجتماعي، غيكون تقييم سنوي، غيكون تقييم منذ ثلاث سنوات، نتمنى أن نطوروا ونعاود نرجعوا ما كاين مشكل، لأن الصندوق الوطني راه حنا معنيين، حنا نتكلموا لغة ديال المسؤولية. اللي كيهمنا اللي خصو يدار كيف تفضل الاستاذ اجى السقوط، اللي خصو يكون هو خص ملي المشغل ما يبغيش يملا هذيك المطبوع او ياشر عليه خاص تفتيشيات الشغل. هذه مساله غادي اعتقادي ان وزاره الشغل واخذها غاديه، احنا متبعين لدرجه تاع التفتيشيه دارت ليه جزاء ودارت ليه مثلا غرامه شحال. لا 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 ماشي جزاء، لا ماشي جزاء، لا 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 ماشي جزاء، ماشي جزاء، اذا رفض لا لا مال لا، هي تكون عندها هي وزاره الشغل الاداره ديال الشغل تاشر بهذا المشغل. هذه مساله خصها تحل بهذه الكيفيه هذه باش نحلوا هذه المشكله.
لان خصنا نكونوا عمليين. هذا الاول. هذه مساله ما خصهاش بحال الاخرى ديال القضيه ديال ضروره التسجيل في لانابيك اللي هي بطبيعه الحال كيلزمها القانون، لان بكيفيه اوتوماتيكيه كتمشي الصندوق الالكتروني كيسجلهم في لانابيك. خصها تكون كذلك بكيفيه اوتوماتيكيه عندما لا يريد المشغل التاشير، خاص تدخل وزاره الشغل إلا تبتت على أساس أنه راه تطرد من طبيعة الحال بكيفية تاع المهم تفصل على العمل. نرجعوا لأجل السقوط، لأن داك المشغل ربما هذه المرة السيمانة مسافر، السيمانة الثانية ما كاينش، ما بغاش في نهاية المطاف، غادي نرجعوا نمشيوا للشغل ما بغاش. دابا اللي نعالجوا الضحية هو داك الأجل. إلا سمحتي لي عافاك، الله يجازيك بخير، حنا باش أنا راه قلت حداك باش نجي نفس الإطار. بالنسبة لأجل السقوط، أجل السقوط ديال الشهرين، هنا المشرع ما خاطر فيه، هنا الصندوق الوطني ما عطي حتى ريال، يعني ما كانش غيخسر الا دار 6 شهور. يعني يكون دار 6 شهور ما كاينش، يعني كتفق مع استاذ. اكيد اكيد يعني كيفما كان الحال. احنا اللي باغيين الان بعدا اللي خصو يتحل هو في الحاله اللي ما بغيش المشغل يأشر، خص التفتيشات اداره الشغل تأشر. هذه مساله الاولى. زوج، كاين الاشياء اللي هي مطروحه الان عمليا، كاين المساله الدور اللي غتقوم به لانابيك في القضيه ديال التشغيل، القضيه ديال الوكاله الوطنيه. يعني خص يدير مجهود البحث على عمل، وخاصه ان الوكاله كانت خلال هذه المراحل اللي فاتت كتهتم بالتشغيل فقط بالنسبه لذوي الكفاءات. علما بانه من الناحيه القانونيه خصها تكون هي في هذا القانون خصها تعني بكل العمال. اذا هذا جانب، جانب ديال المصاحبه وديال التكوين خاص اهتمام، خاص تفعيل الوسائل لتوفير الشغل او البحث عن عمل، خاص التكوين والمصاحبه، وخاص كذلك هذه المساله ديال تعميم الاستفاده اللي يمكن لها ما يمكن لها حتى الا بتعميم التصريحات. طيب واحد الاستفسار فيما يخص المواكبه استاذ، باش نوضحوا للناس مثلا المساله ديال التكوين، واش التكوين يعني مجبر لانابيك توفر له تكوين في المدينه اللي فيها ذاك السيد، لانه ما عندوش قدره يمشي للمدينه اخرى. المبدا العام واصلا ما عندوش باش يعيش، لا يمكنش تقول له ندير لك تكوين ولكن غتمشي للاسفي وساكن في الربع. هذه مساله خصها تبذل فيها جهد. المبدا العام هو هذه المساله ديال التكوين في حد ذاتها هي فيها واحد المقتضى مدونة الشغل اللي خصو يتفعل، مادة 23 اللي مازال ما تم التفعيل ديالها، هي خاص يكون واحد المجهود مشترك ما بين وزارة الشغل بتكامل فيما بيننا لتطوير العملية ديال التكوين، التكوين المستمر والتكوين لأنه مرتبط. هذه المسألة خاص يكون فيها واحد النوع ديال التفعيل باش يوقع واحد النوع ديال التقدم على مستوى كل القطاع على حدة. كذلك فيما يتعلق بالبحث على عمل، إذا باش هذا القانون تكون عنده الفعالية ديالو، كاين الجانب ديال البحث على العمل، كيفية توفير العمل، كيفية ديال التكوين، كاين العمل التحسيسي اللي دار من اجل تعميم التصريحات، من اجل سلامه التصريحات، وكما اشرت يوقع واحد العمل ممنهج في كل القطاعات. خص حمله وطنيه الدور لانه الامن الاجتماعي، حنا كنتكلموا الان على الامن، الامن الاجتماعي راه شيء مهم. ما معنى اننا كنديروا قوانين؟ القانون الاجتماعي استاذ، القانون الاجتماعي بشقيه، القانون الاجتماعي بشقيه، قانون الشغل وقانون الحمايه الاجتماعيه، الى اي حد تكون عندنا ثقافه يعني ديال احترام القانون الاجتماعي. طيب تصاعد الاحتجاجات القطاعيه استاذ في بلادنا مؤخرا خلال السنوات الماضيه، يعني شد الجد ما بين الفرقاء الاجتماعيين، ما كيعكسش اخفاق هذه القوانين في القيام بالدور ديالها؟ القوانين في بلادنا جد متقدمه، المشكل في التفعيل ماشي اخفاق في القوانين. ملي غتشوف اشكال الاحتجاج، اغلبيه الاضرابات تقع بسبب عدم احترام القانون ديال الشغل. إذا شفتي الإحصائية ديال وزارة التشغيل غادي تلقى الأغلبية ديال الإضرابات تقع وعدم احترام القانون ديال الشغل، عدم احترام حق الانتماء النقابي. إذا ما احترام التشريع ديال الشغل غادي نتجاوزوا إلى حد كبير، وهذه ماشي رأي النقابة، رأي ديال وزارة التشغيل من خلال الدراسات، رأي ديال المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الدراسة ديالو اللي دات. الآن النسبة ديال نزاعات الشغل جد ضئيلة، إلا زولنا النزاعات التي تقع بسبب عدم احترام القانون وعدم احترام حق الانتماء النقابي، غادي نهبطوا لواحد المستوى ما غيبقى عندناش نزاعات الشغل لحد ما غتولي ضئيلة جدا. فإذا أشكال الاحتجاج كتطلب تفعيل القانون باش سميتو تحترم. معنى هذيك الآليات اللي خلقات المدونة اللي كاينين في المدونة ديال الشغل، إلا تم احترامها، وعودوا مرة أخرى وأتفق مع السيد الممثل وما غيختلفش معايا، الاشكال الكبير عندنا اللي كيخلق لنا مشكل نقابات وارباب عمل وهي القطاع الغير مهيكل. نعم ما غنتكلموش ديك اللغه ديال عدم اننا نقبطوا ونشعلوا العافيه في هذا، نديروا واحد العمل غير ممنهج، يكون واحد العمل انتقائي، واحد العمل مسؤول، كفى عده مقاولات كثيره اللي وضعها المالي جد مريح، ولكن طبعا الحال كتشتغل بكيفيه غير قانونيه ما كتحترمش القانون. الى حنا درنا واحد العمل ومجهود باش نفرضوا عليها تطبق القانون، غادي نكونوا حمينا العمال وحمينا الاقتصاد الوطني من هذه الولايات الكبرى ديال القطاع الغير مهيكل، وغادي تكون القوانين عندها قيمتها
تعلق الامر بقانون الشغل وكذلك الحمايه الاجتماعيه. كذلك دابا تتكلمون عن ملي كنشوفوا الاحصائيات لحد الان اللي كاينه كنتكلموا على العدد اللي غادي يستافدوا حوالي يلاه كاين حوالي 4000 اللي الان غادي يمكن في هذا اللي عندهم الحق على حسب معلوماتي. على حسب المعلومات اللي كاينه واحد 3600 اللي 3000 غتكون وصلات غتكون وصلات حوالي 4000 الان. هذه منذ سميتو ديسمبر الى الان. ديسمبر دونك هذه الاحصائيات حتى لغايه 22 ابريل. هذا ماشي ارقام سميتو كثيره، ولكن الى جينا نشوفوا الى كان مثلا لو انهم كل مقاولات كتطبق القانون راه غادي تضاعف هذا العدد، راه واحد العدد كبير ديال العمال اللي ما غادي يستافدوش اللي يكونوا هم ما نصرحش بهم او اللي يكون، وهذا هو اللي غادي يخلي هذيك كما قلتي مساله الثقافه. الثقافه هنا لو سمحتي خاص هذا العمل هنا الاهميه ديال البرنامج ديالكم خاص برامج مكثفه ديال وخص حمله تواصليه اولا ديال الوزاره وديال الحكومه من طرف باش يشوفوا الناس المضامين ديال هذا. انا كيف قلت قبيله الا قبضنا غير القهاوي كلهم، القهاوي اللي كاينين في المغرب كله ما عندنا قهاوي شحال عندنا، الا قبضنا العماد هذه مع البطاله كاينين بزاف ما غنعطيو والو، هذا ما غيعطيو والو. يلاه ديك الورقه اللي كنعطيو للكرسوم اللي كيجي نديروا فيها ثمن الخدمه تما ونحصيوهم ونصرحوا بهم. تصوروا معايا لو اننا لو استافدوا جميع غيستافدوا من التعويضات العائليه من التقاعد من غيره وما قلنا الاجتماعيه نمشيو للقطاع البناء نمشيو للقطاع النسيج نمشيو لسميتو نمشيو لواحد العدد حتى المتاجر واحد العدد كبير ديال المتاجر اللي عندهم اجره وغيره وغيره. طيب نسمعوا الاستاذ لا فائده من القوانين لم يقعد تفعيلها. واحد النقطه كترجع لها السي يوسف بزاف كيقولوا دي واش ما 0.57 و75 المهم واش ما النقابات ما اكدتش بزاف. غير ناكد لك بانه الثلاث سنوات الاخيره كاين واحد التغيير في العمق العلاقات ما بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والنقابات الاكثر تمثيليه في المغرب. باش كتفسر الاحتجاجات القطاعيه القطاع الغير مهكر الوجودي بشكل يومي كاينين. شوف ديما كنقول لك انا في التصريحات ديالي كاين اللي كيحترم وكاين اللي ما كيحترمش. هذاك اللي كيحترم خصنا نشجعوه. اش كنديروا لهاد اللي كيحترم؟ الشركات اللي كتحترم اللي كتادي الاجور في الوقت ديالها اللي كتدير لي ديكلاراسيون ديالها اللي كتخلص الضريبه ديالها اش كنديروا ليها؟ شنو التشجيعات اللي كنعطيوها؟ بالعكس كنشوفوا كاين احتجاجات، احتجاجات ملي كنمشيو نشوفوا كنلقاو الاصل ديالها والسبب ديالها القطاع الغير المهيكل وحديت ولا حرج موجود. وحنا كاتحاد ما كنتكلموش على هذا، كان بالعكس كنطالبوا جميع الجهات باش نلقاو شي حل لهذا القطاع المهيكل، مساعدات ولاد ولا ما تحطوا فوق الطبله 2% فقط ديال الشركات اللي كتخلص الضريبه في المغرب. المهيكله يعني راه نسبه المهم كاينين شركات اللي كيخلصوا وكاين الناس اللي كيخلصوا كيخلصوا مبالغ مهمه غير هاد الناس غير قلت لك انايا باش نرجعوا للقضيه ديال النسبه المئويه. اليوم كنتناقشوا مع الفرقاء الاجتماعيين كنحطوا كما كيقولوا بالفرنسيه الكارت سور طابل ها اللي كاين ما بقى حتى شي رقم يمكن له يتخبى عليهم. يمكن لك اليوم اي شركه تمشي تطلب لو بيلونس ديالها تاخذ الارقام ديالها شحال دارت الارباح شحال ديال لي شارج عندها وكل شيء. اذا اليوم الا كاين اتفاق اللي وصلنا ليه واحد الخطوه مهمه مع الفرقاء الاجتماعيين ومع الدوله كذلك اننا اليوم كلنا الا بغينا نتقدموا ونقدموا البلاد ديالنا خصنا كلنا نشتغلوا في يد وحده. اليوم كاين اتفاق بيناتنا انه المؤسسه ما يمكن لها يكون عندها نمو اقتصادي بدون نمو اجتماعي. وكذلك ما يمكنش يكون هناك نمو اجتماعي بدون نمو اقتصادي، هذه متفقين عليها. إذا سولتي الفرقاء اجتماعيا قلت لهم اودي يقول لك البلاد خاص التنافسيه خاص المؤسسات ديالنا ترقى خاص وخاص احترام الشغل، كان حنا كذلك نفس. إذا هذا اللي خلانا اليوم أننا نبداو نتوصلوا لواحد المجموعه ديال الإنجازات اللي نخليوها غير في المبدأ. الأخ كيهضر كيقول لك اودي تعويضه هزيله إلى آخره، نتفكروا لامو فاش بدات كذلك نفس الديسكور كنقولوا لامو اليوم ولات كتوسع بشويه بشويه ما غنقولش راه وصلنا لذاك الشيء اللي بغيناه اللي كنطمحوا ليه ولكن ها هي اليوم كاينه وها هي اليوم الناس كيتعوضوا في في دوسي المرضي ديالهم. إذا كل حاجه الوقت ديالها ما تفهمناش أي اسمح لي غير باش نأكد غير باش أنا اللي كيخلق لنا مشكل اليوم اللي كيخلق لنا مشكل كبير وأنه ملي كنقولوا مثلا عندنا 3 سنين باش نعاودوا النظر في شي قرار خصنا نحترموا الثلاث سنين ونجلسوا على الطبله ونعاودوا النظر. اليوم الى جينا قانون الشغل هذه 10 سنين حنا عندي هنايا 10 ديال الطلبات درناهم رسميين فيما يخص قانون الشغل لتنافسيه وباش نعطيو المجال الاجتماعي كذلك ها هو كنطالبوا تفتيشيه الشغل كذلك كنقولوا دي هاد الاخوان اللي كيطالبوا هنا كيقول لك تفتيش الشغل خصها تلعب الدور ديالها حنا كنطلبوا شحال هادي كنعطيو هاد الناس عطيو لهم لا فورس ولا بوفوار دو ديسيزيون. مساله يعني مهمه جدا تفتيشيه الشغل يعني الانسان كيطرح مساله ديال الاراده واش الحكومه باغا ولا ما باغاش لانه جهه تفتيش الشغل مهم
نفسيه، وبالتالي ما كانوا فروش ما كانوا فروش الامكانيات، بمعنى ما عندنا ما كاينش الاراده نجلسوا السياق. انا فاش كنت كليه الحقوق في 93 في 93 هذه اكثر من 12 عام لا 19 عام حتى 93 21 عام 22 عام 93 هضرنا في ورشات ديال القانون الاجتماعي وتنقولوا ان مفتي الشغل خاص عطاه الصفه الضبطيه، خاص مفتي الشغل تكون عنده الصفه الضبطيه، يكون ضابط شرطه قضائيه. مي ملي كيمشي مفتي الشغل لشي مقاوله راه كيعمرها شي نصائح، راه كيدير المحاضر ديالو، راه ما عنده حتى شي، راه تماما بعد خاص تعطى الصفه الضبطيه للمشرع، ما خاسر والو، النص واحد تمنح لمفتي الشغل الصفه الضبطيه لضبط المخالفات للقانون، القانون الشغل وقانون التامين الاجتماعي. في السياق في السياق اللي باقي خاصنا انا نشرك معنا المشكل تحل. الا عطينا المفتي الشغل الصفه الضبطيه رديناه ضابط شرطه قضائيه يحرر، يعني بهذا المطلب سالت اراده واش باغي ولا ما باغيش. ما معنى ان نمنحه الصفه الضبطيه، ما معنى شنو الهدف؟ هو انه ملي كيمشي لشي مقاوله كيدير مساطير وكيعطيها للوكيل الملك مباشره اللي غياخذ فيها قرارات قضائيه وتحل الجلسه، وغادي تاخذ غادي تكون محاكمه كما يجب. استاذ رمح باختصار باش نمشي عند الاستاذ. الا سمحتي الدليل على ان النقابات كدير واحد التنازلات كبيره هو الاستاذ هو كيتكلم من ناحيه النظريه كيفيه مجرده، وكيشوف ان النقابات فعلا قدمنا تنازلات في هذا بكل موضوعيه، قدمنا تنازلات باش نجيب قانون متواضع، لكن عندنا المشكل هو التفعيل ديالو باش يبان على النقابات عندها اراده. تنازلات وكاين مشكل في التفعيل. لا لا تنازلات ماشي تنازلات بمعنى انه التخلي على الحقوق. يعني تعاملنا بواحد النوع ديال الموضوعيه باش نبدا واحد القانون. باش نبدا واحد القانون، احنا راه طلب مطالبنا غتكون اكثر بكثير اكيد، لكن من طبيعه الحال هذاك ما تمكنا، لم نتمكن الى ما امكن الوصول اليه. المشكل عندنا الان هو التفعيل والتطبيق. غادي نرجع للشيخ الاستاذ، انا بالنسبه لي هذا القانون اللي كاين يا سيدي غير فعلوا ومن دابا عام جلسوا، معناه غير عمم لي التصريحات. دابا كتكلموا على 3000، هذيك 3000 اللي مصرح بها ايوا دير لها واحد المراجعه، غادي تلقى واحد العدد ديال الاختلالات فيها، دير واحد العدد المقاولات ماشي القطاع المهيكل، عدد المقاولات اللي هي كتصرح بتصريحات غير سالمه كثيره. كيف تفضل دابا السيد الممثل ديال الاتحاد العام للمقاولات المغرب، احنا بالنسبه لنا خاص اولا الوزاره تعمل على تقويه الدور ديال جهازات الشغل، والدليل غادي يرجع بالمفتشين ديال الشغل كيتحاكموا، وكاين فيهم اللي كي مهدد، يعني راهم تحاكموا عده مفتشين اللي يكونوا معمل على تطبيق القانون، تعطى الصفه الضبطيه وخص وسائل العمل، معنى خص تكون اراده لدى الحكومه في تطبيق القانون. الان في الوقت تلقى الاتحاد العام صادمه، ربما الدار البيضاء القلب النابض للاقتصاد ما فيهاش، ربما معدودين على رؤوس الاصابع هذا المفتشين. عندنا 400 مفتشين ولا يعني العدد الاجمالي قليل. في الوقت اللي كتلقى حتى الاتحاد العام مقاولات المغرب لانه كيخدموا، احنا جميع كيهمنا يطبق القانون، ما المانع انه يكون العدد ديال المفتشين الشغل اكثر بكثير، يتزاد العدد الكافي، ما معنى ان تكون عنده وسائل العمل للسهاري على تطبيق القانون باش نوصلوا لما هو اهم، هو كيف تفضلوا ان نديروا اتفاقيه جماعيه في كل القطاعات، جميع القطاعات، البناء، الحديد، النسيج، كذا، وملي غنديروا اتفاقيه جماعيه في جميع القطاعات تقلص عدد النزاعات، غادي نقلصوا عدد، معناه خاص واحد المجهود كبير يدار باش نتجاوزوا هذه الوضعيه، وغادي نخلقوا واحد الشروط اللي يمكن نقضيو. طيب نزيدو نوسعو شويه النقاش في المساله ديال مدونه الشغل. نحن في زمن الازمه استاذ إيف زوان، يعني شنو البنود اللي كتشوفوا بانها تحتاج من خلال التجربه تحتاج الى دابا انتقلنا من التعويض عن فقدان الشغل لمدونه الشغل داخلنا في الحمايه الاجتماعيه. لا هي صراحه راه درت ندوه مؤخرا على كان اقرار من السيد الوزير بانه مجموعه من البنود يعني تحتاج دابا الدراسات راه جاريه في اطار هذا الشيء ديال التقييم ديال مدونه الشغل ديال 10 سنين. بطبيعه الحال فيها بعض المسائل اللي ما تفعلاش، فيها شي حاجه اللي راها كتفعل، فيها شي حوايج اللي راها غاديه في الطريق. على كل حال هي 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 هي, هي الامور غادي دابا شاده في الطريق، كما قلنا التقييم ضروري ما يكون، دونك مدونه الشغل دار لها التقييم، بانوا بعض البنود اللي خصهم يتعاود يعني يتعاد فيهم النظر او يتعاد فيهم سميتو، يعني وشاركوا فيها حتى النقابات الاخوان في الاتحاد العام لمقاولة المغرب. وهذا كيبقى القطاع افكتيفمون اللي هو خلق مشكل كما بغى يكون هو القطاع الغير مهيكل، هو القطاع الغير مهيكل هو اللي. وانا نعطيكم هنا ارقام، يعني المساله ديال تفتيش الشغل، لا سان اس اس من 2010 ل 2014 دارت تقريبا 12000 مهمه تفتيش، 12000 و500000. الوزاره المفتشين ديال الوزاره
لوزارة التشغيل، يعني المفتشين داروا غير في 2014 30,200 زيارة تفتيش الشغل. يعني شنو الحصيلة؟ الحصيلة هو انه كاين واحد المجموعة ديال الخروقات، ايفيكتيفمون كاين دي بيفي كيداروا، كاين مثلا كاين ديال السي ان اس اس، ولقينا ربما ذاك المشغل ما يخلص السي ان اس اس وحتى الجزاء يعني، وهنا مربط الفرص القيمة المالية ديال الجزاء، القيمة ضعيفة يعني حتى الجزاءات، علاش ما نلزموش ذاك المشغل مثلا تكون مثلا على اساس مثلا الشيف ضفي عليك تحقق ديك الشركة، إلا ما خلصتي السي ان اس اس ولا درتي شي خرق غادي تخلص، لأنه تيقول نفضل نخلص الغرامة وما نخلصش. اه تماما، لا هو الوقت اللي كتكون المهمة ديال التفتيش ديال الاكثريه ديال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كيكونوا مباشره الجزاءات، يا اما خلص يا اما غادي. لا شحال قيمه كاينه ضئيله؟ ليست ضئيله، لا تطورات القيمه، ودابا كاين عاوتاني تفكير على انه غادي نحاولوا نشوفوا عاوتاني نراجعوا هذيك القيمه هذيك باش ما تبقاش، لانه هذا الشيء ما يبقاش غادي بحال هكا، لانه سينو ما يبقاوش الناس ديك الخدمه. خاص نص تشريعي يجرم المشغل. لا والجزاء شنو هو؟ شنو الجزاء؟ الجزاء هو انه كاين دي بيناليتي دو روتار اللي خصو يخلص. لا خاص وكاين جزاء جنائي، خاص عقوبه جنحيه. انا بيني وبينك غادي، انا عندي 1000 اجير، عندي 1000 اجير، غنفضل ما نخلصش وما كعرف راسي ما غنمشيش للحبس. ولكن الا عرف الى المشغل، الا عرف بانه يتهدده السجن، راه غادي يجمع راسه وغيصرح. وهنايا راه كان انا هنا كنعكس كلامي على كلام الاستاذ اللي قال كيمثل القطاع المهيكل وما كيمثلش القطاع غير المهيكل. ملي كنقول انا تجريم عدم التصريح بالاجراء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، انا ما كنقصدش الشركات المنظمه والمهيكله الخاضعه للقانون، تنقصد الشركات الفوضويه، الشركات اللي واش 3 المليون هو عدد الاجراء كاين في المغرب؟ ماشي هو 3 مليون، راه واحد فايته 20 مليون راس يعني. الا قلنا فايته 20 مليون يعني 17 مليون اجير ما وصلش ولكن المهم على كل كاين فوق 3 مليون. احنا اللي تعلمنا في الكليه الحقوق بان القاعده القانونيه اذا لم تقترن بجزاء فهي مجرد نصيحه. خاص الجزاء، والجزاء ماشي يكون جزاء يعني مالي، لا يكون جزاء رادع وزاجر. يعني تكون القاعده القانونيه هنا تدي الوظيفه ديالها الردعيه والزجريه باش المشغلين يعرفوا بانه اذا ما صرحش بالاجره يتهددوا شي غينوض مباشره. طيب باش ما يكونوش مجحفين في حق الباترون وارباب العمل. لا لا ماشي كلهم، ماشي كلهم، بس كناكد بالطبع كناكد ولكن بشكل عام شنو القوانين اللي كتشوفوها انتم كارباب عمل ربما شويه فيها نوع من الاجحاف في حقكم كارباب عمل؟ وهو بصفة عامة هو النظام الضريبي. يعني كي الكاهل ديال الشركات يعني المبلغ اللي كيديوه طالع بزاف. ثانيا بما ان القطاع غير المهيكل كاين هنا وكيعطي، حيت مسألة مهمة في القطاع غير المهيكل، ما درناش على الصورة ديال البلاد اللي كيعطيها. يعني كيجيك انا انفستيسور على برا وكيجي كيسول، راه كيعرف كل شيء، كيعرف حتى المسائل اللي يمكن له وكيعطيوه الطريق اللي يدوز منها باش يمكن له يستافد شي استفادات اللي ربما غير قانونيه. شنو الصوره اللي كنعطيوها للبلاد؟ انا كنظن بانه اهم حاجه هي السيستم ديال الضريبه، وهي لو مونك دو فليكسيبيليتي، اللي ليونه في التعاقد. لان المؤسسات اليوم اش كيوقع لهم؟ اليوم اكثر من 70% ديال المؤسسات ما عندهمش لا فيزيبيليتي، يعني ما عندهمش الرؤيه على عامين وثلاث سنين، كيبقى مشتغل العام لعام، كيولي راهين واحد الزبون ديالو هذاك الزبون اللي عنده الاختيار في العالم كله. يمكن له يمشي لتونس، يمكن له يمشي لموريتانيا، يمكن له يمشي لاشين، يمكن له يمشي اي بلاصه، وكيقول لك اودي انا البلاصه اللي غتخدم فيها ارخص ثمن غنمشي عندها. اذا حنايا اش كيوقع لك ملي كيكون عندك خدامه، كيكون عندك مثلا 1000 ديال الخدامه كلهم بيرمانون يعني مرسمين، وغدا مشى لك ان مارشي، هذوك راه بيرمانون ما عندك ما دير. لو كنا اجتهدنا مثلا نقولوا ودي نحطوا شي عقود مغايره، كاين نخليو العقد اللي هو يعني بيرمانون، ونشوفوا شي عقود مثلا اتون بارسيال اللي يكون مثلا انسان يخدم غير نص نهار. شوفوا شي عقود مثلا الى جات شي افه المؤسسه ولا شي هذا، كيفاش يمكننا نجتهدوا في هذا المجال هذا باش نخليو شويه ديال الليونه لرب العمل. لانه في الاخير كيولي هكا يدو مربوطين، ما كيقدر يدير والو. في اخر الشهر خصو يخلص الخدامه ديالو،
خدام ما كيقول لك ما كيعرفش انا واش عندي الزبون مشى ولا عندي كريز وش انا خدمت الشهر كله خصني نتخلص. اغلبيه ديال 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 لي باترون دونتربريز كتلقاهم في الاخر الشهر كيمشيو عند لي بونك ويطلبوا دي فاسيليتي باش يمكن لهم يخلصوا الخدامه. مشى هذيك رب العمل اللي كان كيبكي مع راسو عنده الفلوس داخله راه مشات المساله هذه. الامور تغيرات وتغيرات وغاديه بحده في التغير. طيب استاذ لا دابا من بعد ما تكلمتي وتكلمتي على القانون تكلمتي على مدونه الشغل ولكن كتكلموا على جوج كتكلموا على القانون ديال الشغل القانون ديال الصندوق لتنظيم الشغل فيما يتعلق بهذا ديال الضعائف. فيما يتعلق اولا باش يطبق القانون المشكله مشكل ديال الاراده. مشكل ديال الاراده واش باغين ولا ما باغينش واش باغين ولا ما باغينش الا كانت اراده وعمل تحسيسي وعمل مجهود كيدار من هذا الشيء ديال التقويه ديال الجهاز ديال الشغل علاش ما مشيناش في القضيه في المناظره الاخيره ديال المدونه ديال الشغل ما توافقناش على تعديلات مدونه الشغل لان الا مشينا للتعديلات غادي نمشيو للمزيد من المرونه لان ملي كتطرح حنا راه ذكرنا طويل راه في خلاف الاتجاه الحقوقي اللي كتكلموا عليه على ارض الواقع الاتجاه العام اللي كنمشيو ارباب العمل باغي المزيد من المرونه هذا الواقع واع كنسمعوا هذه فيها نقطه خلاف ارباب العمل سداء ارباب العمل كيشوفوا المزيد من المرونه حنا كنشوفوا باللي المرونه هي اللي كتزيد لها شاشه وفوت لذلك راه ماشي غير ما بغيناش حنا كنشوفوا موضوعيا وعلميا وحقوقيا الى رجعنا لمقتضى المدونه حنا غنكونوا اقوياء كذا حيث اننا لم نصل ما متفقينش بغينا نتجنبوا لان غادي ندخلوا في نقاش اللي ما غنوصلوش ليه راه ماشي في متفقين تقويه جهاز تفتيش الشغل الاراده زيد يطبق القانون الان المقاولات اللي كتطبق القانون ملي كتزير عرفتيش كدير كتخدم واحد العدد كتطبق عليه القانون وكتعطي الخدمه ديالها لوحدين اخرين اللي ما كيطبقوش القانون باش كتخفض التكلفه. مناوله. عن طريق كذا. التكلفه ما كتخلى. لا المهم كاين اللي كيدير هذا الشيء انتم كتكلموا الا ما كان انتم ما كت هذا واقع كاين. اللي خصنا نمشيو فيه هو هذا راه العمليه كيف تفضلتي وقلتي عمليه ديال ماشي مشكل عدد ديال القانون المصالح حنا واعيين المدونه الشغل عارفين المقتضيات وراجعنا وعارفين. المشكل عندنا واحد كيف قلتي والقضيه ديال تقويه جهاز تفتيش الشغل زوج تكون الاراده اسيدي خص تكون عندنا الاراده كيف كيقول السيد المبتدئ ديال الاتحاد العام انت ما كتطبقش غاديش خصك تطبق القانون خاصك تتصرح بالضمان الاجتماعي الى اخره هذا الشيء اللي درناه وتعمم الاحترام ديال القانون غادي اولا احنا كنقابات غادي نتقواو غادي نبقاو لانه علاش الناس دابا كتحارب العمل النقابي كتحاربوا باش ما تطبقش القانون ماشي هو ضد النقابه حيث انه ضد النقابه ضد النقابه لان غتطلبوا بتطبيق القانون لذلك هذا الشيء كثير الشيء كيوقع في القطاع غير مهيكل لانه الا مشى حتى هدف عنده مؤسسه غير مهيكله من اللي غتدخل ليه النقابه بالسيف عليه غادي يهيكل اش غادي يدير وخرج ليه على النقابه باش ما يدخلش للصنف اخر اذا من هنا كنقول انه بالنسبه لنا الاساسي كذلك فيما يتعلق قلتي القضيه ديال الضرائب على الاجور الاجراء راك ما عارفين الاغلبيه الا رجعتي القانون كتوجد نظام الضرائب نظام سميتو او الضرائب على الدخل كنلقاو الاغلبيه ديال الضرائب جايه من مأجورين احنا بالنسبه لنا في هذا الجانب هذا بالعكس اذا كانت مراجعه غتكون المراجعه صحيحه خاصها تكون يبقى كنعتقدوا اولا حنا كنشكروا شكركم على الزياره علاش على الدعوه لنا لان هذه الجوانب مع الاسف ما كاينش فيها نقاش عمومي نعطيكم مثال على ذلك القضايا الاجتماعيه ما كاينش فيها نقاش واسع كيف خصو يكون المدونه نناقش خصو يكون حلقات كثيره على المدونه على عدم تصريح الضمان الاجتماعي. عدة حلقات. اخي عدة حلقات فيما يتعلق بعدم تطبيق القانون ونوقفوا عند هذا الشيء المدونه ما بقاوش في العموميات نقول اودي علاش ندخل في التفاصيل كذلك عدم تعميم التصريحات خاص حملات تعميم تصريح الضمان الاجتماعي. طيب انتخابات غير فقره اخيره. انت الان باش تعرفوا ما كاينش الاهتمام ديال ما كاينش الاهتمام الكافي بالجانب ديال الاجراء الان كتجرى انتخابات ديال المناديب الاجراء وديال الممثلين اعضاء اللجان الثنائيه ولا وصلت اعلاميه. ما كاينش برنامج اعلامي باش يقول المقاولات علقوا اللوائح ديروا كذا ما نقولوش على من يصوت بحال اللي كيدار بالنسبه يمكن كنديروا سميتو الناس اللي كندعيوهم للتسجيل في الـ في الـ في سميتو عليه في اللوائح الانتخابيه الان بالنسبه للانتخابات راه كتجري في المقاولات سيد المفتي ديال الاتحاد العام ونسبه كبيره ديال المشغلين ما علقوا لوائح ما غادي يديروا ترشيحات ولكن المديريات لا ولكن المديريات الاقليميه والجهويه ديال وزاره خدامين خدامين لا وعندهم مراسلات مباشره مع جميع المقاولات طبعا لا سمحتي وفوق من هادشي طيب بقاش لا عندهم لوائح على لوائح ديال المقاولات كاملين وكلهم مشاو عندهم كاينين مشاو لعندهم ولكن ما كافيش كانت تكون وصلات اعلاميه كاين وصلات اعلاميه مباشره طيب كخلاصه هذا النقاش يمكن نقولوا كمقترحات استاذ اللي ربما كتشوفوها انتم كوزاره يمكن تجويد بها هذا النص هذا في المستقبل
وهذا النص دابا هو توضع في 2014 ديسمبر 2014 يعني بدا حيز التنفيذ. دابا لحد الساعه جات 6300 طلب، تقبلت منها 2362 طلب. غنشوفوا عاوتاني العمليه كيفاش غادي تجري. الاختلالات الصعوبات اللي غادي تقدر تعيشها، ربما الا كان شي صعوبات حنا بالنسبه لنا الوقت اللي توضع الاخوان في لاس ان اس اس ولا حتى حنا فاش كنا معهم في عمليه المواكبه، الا كان شي صعوبات في الملء ديال ديك الاستمارات او لا شي صعوبات اخرى في المواكبه، لانه ملتزمين كما قلنا التقييم ديال العام، احنا ملتزمين حتى في المواكبه باش نتبعوها ونشوفوا الصعوبات اللي هذا باش نحيدوا دوك الصعوبات. متفائلين كاكاوزا، احنا باقيين متفائلين وهي كبدايه وان شاء الله غادي يتطوروا. كما قال سي هوبان راه لامون اللي دخل غير بالعلاجات يعني الكبرى، من بعد وصل العلاجات الخارجيه لومبيلاتوار، من بعد وصلنا دابا للاسنان يعني ولا ان باكي يعني كي كومبلي. استاذ هوبان نتمنى والله انا كنظن بانه يعني في المبدا هذا اجتهاد جديد كيدعم ديك الشباك الاجتماعيه لي فيلي سوسيو. الان كاين التعويض عن فقدان الشغل ديجا اللي بقانون الشغل، كاين هذا التعويض يعني ديال 6 شهور، كاين المواكبه، كنظن مساله مهمه. كناكد ماشي غير في هذه المساله هذه، كل ما نحطوا شي قانون لازم نجي واحد الوقيته ونجلسوا ونديروا التقييم ونشوفوا اللي نطبقوه بعدا هو القانون مديور التقييم هو سي يوسف كما كنقول ديما القانون مديور باش يطبق. هذا نظريا حيت انا بغيت عمليا شوف راه كاينين الناس اللي كيطبقوا القانون، ما نساوهاش المساله هذه، ما نساوش الناس اللي كيطبقوا القانون، راه كاينين كما كاينين الناس اللي كيحترموا قانون الشغل، الناس اللي ما كيحترموش، كاينين اللي كيحترموا قانون الشغل. اذا نشوفوا نشوف بقى متفائلين، هذه بدايه ونجلسوا هنا عام ولا 3 سنين ونشوفوا التقييم ونديروا المسائل ديالنا. دائما أنا متفقين مع السي المفتي ديال الاتحاد العام لمقاولات المغرب، المشكله عندنا هذا التعويض على فقدان الشغل كيشكل واحد الشق من القانون الاجتماعي في شموليته. خاص عمل كبير باش يطبق القانون ديال الشغل، وخاص عمل كبير باش يطبق القانون ديال الحمايه الاجتماعيه، وهذا القانون ما غتكون عنده فائده الا تم تعميم التصريحات في الصندوق ولا التنظيم الاجتماعي، والا تم كذلك سلامة التصريحات لتشمل كل الأجراء، كل الأجراء جريم غير مصرحين، أجراء كل أجراء. هذا القانون ما عنده تقييم إلا ما شملش جميع الأجراء في القطاع المهيكل وغير، وكما أشرت إلى ذلك ذكرت بالمقاييس، ذكرت بالناشي، ذكرت كل أجير يجب أن يستفيد. من هنا ما كتفصلش، ملي غتطبق هذا القانون هذا كتربط بالقانون الاجتماعي بشموليته. إذن خص ثقافة، وانا متفق مع خص يكون حنوع ديال التواصل، خصنا نمشيو في الاتفاقيات الجماعيه، وخصنا نرفعوا الحيف، وخصنا نقويو كيف قلت جهاز ديال تفتيش الشغل، وبذلك غادي نعطيو واحد القيمه للقانون الاجتماعي الذي يجب ان يعادله الاعتبار. طيب استاذ رحيم متفائلين؟ عندي ملاحظه، عندي باش نختم بالنسبه لهذا القانون هذا، هو راه جاب شي حاجه يعني شكلا مزيان، شكلا ملي كنقولوا المغرب عنده تعويض على فقدان الشغل شي حاجه مزيانه، مزيه اضافيه حسنه نصفق لها نرحب. ترحيب وتصفيق لا يمنعنا من الانتقاد. الانتقاد الهدف ديالي شنو هو؟ يعني تجويد النص وتفعيله واستفاده عدد كبير من المواطنين من الشغيله، ياخذوا تعويضات كيديوا اقساط يستحقوا تعويضات. الراي ديالي الشخصي فيما يتعلق بهذا القانون، اذا كان شي اصلاح مستقبلي ولا كان إذا كان ممكن يتطور، هو تقليص مدة الاشتراك، ما تبقاش 3 سنين، ديك المدة الدنيا، مدة الانخراط الدنيا تولي سنتين معقولة، وتمديد أجل السقوط تمديد أجل السقوط طبعا 6 شهور على الأقل، وتمديد كذلك مدة الاستفادة، ما تبقاش شهور تولي سنة، والرفع بالنسبة للشركات راه مزيان وي باش ماشي تنافسية. لا لا لا، هو الصراحة الصراحة اللي كنأملوه هو أنه ما تكونش التصريحات ماشي باش تجمع الفلوس، ولكن باش الناس يكون عندهم واحد الدخل يعني في المستوى اللي هذا هو اللي مهم عندنا. طيب اتمنى ان تكون التصريحات باش ما تكون التصريحات مناخ اجتماعي سليم مبني على احترام القانون صحيح. بالطبع هذا اكيد نتمنى ان تكون هذه الحلقه هي كانت حلقه تحسيسيه اكثر من يعني نقاش، ونتمنى ان نكون قد توفقنا في ذلك. الشكر الجزيل لضيوفي الكرام. بهذا مشاهدينا الكرام ناتي الى ختام هذه الحلقه ميديان تي في بوان كوم لمشاهده التسجيل الكامل لها وسيتوان @ميديان تي في بوان كوم للتواصل معنا. شكرا لطيب المتابعه في امان الله.